اهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي الليله، فقرتكم الاهلي خط احمر. قبل اي حاجه وقبل اي كلام بنشكركم على تفاعلكم مع الحلقه الاولى من الاهلي خط احمر واللي مشاهدتها على القنوات والصفحات الرسميه الخاصه بقناه النادي الاهلي فقط بلغت 1,000,000 مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتربنا من 1,000,000 مشاهده الا قليل. بنشكركم وتفاعل وخطوة بداية إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وتكون دفعة معنوية لينا في اللي جاي. حابب تقولي يا أحمد عن المتابعة العظيمة؟ أهلا بك يا فارس وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. الحقيقة شيء يسعدنا جدا أن يكون الدعم الجماهيري بالشكل ده معانا من أول حلقة، وده بيحملنا مسؤولية وبنطمنكم إن شاء الله هنكون عند حسن ظن حضراتكم. أنا بس حابب أتكلم في نقطة، أن مش عدد المشاهدات فقط هو المعيار، في حاجات كتير اقل مما يجب بتعمل عدد مشاهدات اكتر، لكن احنا بيهمنا جدا وانا وفارس تحديدا متابعين كميه التعليقات اللي موجوده على كل الفيديو.